دماء الشهداء تفضح الظالمين وتعري الطغاة وتكشف مخططات القوى الظالمة والمستبدة وتكشف زيفهم وتسقط أقنعتهم. ونحن في ذكرى عيد الشهداء نحاول أن نقوم ببعض الدور الذي يكشف مخططات الأعداء ومخططات المتآمرين الذين يتآمرون على أبناء شعبنا وتضحياتهم ونضالاتهم وجهادهم ضد الطغاة. أمريكا الشيطان الأكبر كما سماها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وهي عدوة الشعوب، لأن مصالح الطغاة، مصالح الأمريكان تنسجم مع وجود هؤلاء الطغاة، لذلك نراهم يقفون في وجه طموحات الشعوب ويعادون الشعوب من أجل مصالحهم. ففي الوقت الذي يرفعون شعارات دعم الديمقراطية ودعم الحرية ودعم الشعوب في تحقيق مصيرها، إلا أن هذه الشعارات كلها تتكسر وتداس حينما تتعارض مع مصالحهم ومنافعهم. تحدثت في لقاء سابق في تابين الشهيد علي عبد الغني الكوفي رضوان الله تعالى عليه عن المخطط الأمريكي لوأد الثورة في البحرين، وقد أشرت إلى بعض ما تم إنجازه آنذاك. أنا الآن هنا أحاول أن أطرح مختصر لما تحدثت عنه سابقا، وأتحدث عن المخططات التي تم تنفيذها إلى يومنا هذا. وحينما نعرف مخططات الأعداء وحينما ندرك ماذا يرنو له الأعداء، يمكننا أن نبطل مخططاتهم ويمكننا أن نفشل مخططاتهم ونحاصرهم ونحاصر مخططاتهم. قلت أن مخططات الأمريكي تعتمد على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تغيير الأذهان، والمرحلة الثانية تغيير السلوك، والمرحلة الثالثة تغيير المسار. وقد ذكرت حينها أن هدفهم المرحلي، لديهم أهداف كثيرة وقد أنجزوا أغلب أهدافهم، وذلك لأننا لم نكن كشعب وليس كأفراد، لم نكن كشعب واعين لمخططات الأعداء. إذا انتبه الشعب والأمة إلى مخططات الأعداء لن تتفاعل مع مخططاتهم ولن يكونوا شركاء في تنفيذ مخططاتهم. لكن مخططهم المرحلي في هذه المرحلة ما هو؟ هذا ما يهمنا اليوم. ما يهمنا اليوم ماذا يخططون لنا اليوم؟ نعم، نتعلم من مخططاتهم الماضية لكي نتفادى أن نقع في نفس الأخطاء ونقع في نفس الاشتباهات التي تخدم أهداف الأعداء. في تقرير صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية يتحدث فيها عن البحرين، يقول فيه في تاريخ 18 مارس 2016، يقول فيه أن هدفنا المرحلي في هذه المرحلة في البحرين هو أمرين. الأمر الأول هو فصل الدين عن السياسة، والهدف الثاني هو إرغام المعارضة السياسية للمشاركة في انتخابات 2018. ومنذ بداية العام
حينما حضر وزير الخارجية الأمريكي للبحرين جون كيري والتقى بأطراف وبعض الشخصيات من المعارضة الرسمية ممثلة في جمعية الوفاق وجمعية وعد والأستاذ نبيل رجب، وجه رسائل مباشرة وتحدث بلغة الآمر، بلغة الآمر بأنه شاركوا في الانتخابات القادمة وإلا سوف تعزلون دوليا وستزدادون عزلة دولية. كان يتحدث بلغة الآمر، وكان فيه إشارة مبطنة وواضحة بأنه في حال لم تستجيبوا لما نطلبه منكم فإن مصيركم السجن، وأننا سنرفع اليد عنكم وسنبسط يد السلطة لأن تستهدفكم وأن تقمعكم وأن تعتقلكم. في ذلك المكان نبيل رجب رد على وزير الخارجية الأمريكي وقال له أنكم تدعون دعمكم لحقوق الإنسان والحريات وهذا يحملكم مسؤولية تجاه شعب البحرين، شعب البحرين يناضل من أجل عزته ومن أجل مطالبه ومن أجل حقوقه، ولكن وزير الخارجية الأمريكي لم يعنيه كلام نبيل رجب وكان عنده رسالة واضحة يريد يوصلها ويمشي. فهناك هدفين، الهدف الأول هو فصل الدين عن السياسة، والهدف الثاني هو إرغام المعارضة على المشاركة في انتخابات 2018 من دون حصول تغيير حقيقي، من دون حصول تغيير حقيقي على السياسة الخليفية. وقد ذكرت في ذلك الوقت أن هناك بعض الأمور قد أقدمت عليها السلطة ولتحقيق هذين الهدفين. أحد هذه الأمور هو ضرب الحاضنة الدينية من خلال اعتقال واستهداف علماء الدين، من خلال اعتقالهم واستدعاءاتهم وتشويه سمعتهم. أنا سوف أفصل اليوم عن جنبة تشويه السمعة، وأيضا إصدار قوانين من أجل علمنة الواقع البحريني. في ذلك الوقت الذي تكلمت فيه كان أقرت اتفاقية سيداو وتم إقرار قانون منع الجمع بين المنبر الديني والمنبر السياسي ومنع استغلال المنبر الديني حسب تعبيرهم في القضايا السياسية. وأيضا من الأمور التي أقدمت عليها السلطة هو موضوع استبدال القيادات حسب وجهة نظر الأمريكان المتشددة بقيادات مرنة. المقصود من القيادات المتشددة هي القيادات التي لا تنصاع بشكل كلي للأوامر الأمريكية، والمقصود من القيادات المرنة هي القيادات التي تنصاع بشكل كلي للأوامر والإملاءات الأمريكية. والساحة واضحة بالنسبة لكم، من تم اعتقاله ومن تم عزله ومن تم إبعاده ومن تم ترهيبه وإبعاده عن المشهد من خلال استدعاءات ومن خلال تهديدات ومن خلال وأيضا أشرت إلى موضوع مشروع التشيع المعتدل. هناك مشروع قائم على الأرض في البحرين، هذا المشروع ليس مختصا بالبحرين وإنما هو أوسع من البحرين، ولكن في البحرين هناك أرض خصبة لذلك، هو بناء كوادر ونخب أكاديمية يهيئون لهم دورات علمية ودورات أكاديمية ودورات ثقافية ودورات حقوقية ودورات إدارية ودورات سياسية تنسجم مع المنهج
الأمريكي والسياسة الأمريكية في المنطقة. وهذا ما أشار إليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بالإسلام الأمريكي، الإسلام الذي يحقق ما تريده أمريكا وإن كان ظاهره ظهر ديني. عندما تأتي قد تجد لحى، قد تجد عمامة، قد تجد سبحة، قد تجد خاتم، ولكن التفكير تفكير أمريكي، العمل عمل أمريكي، الترويج للثقافة الأمريكية. لذلك الآن مطروح بقوة موضوع التشيع المعتدل. عندما نأتي للأدبيات الأمريكية عندما تصنف التشيع يطرحون تشيع متشدد، يقصدون به التشيع الذي ينضم إلى محور المقاومة ومحور الممانعة، سواء كان في إيران أو لبنان أو العراق أو اليمن أو البحرين أو الحجاز، التشيع الذي يتصدى للمخططات الأمريكية والمخططات الاستكبارية في المنطقة، ويطرح في المقابل التشيع المعتدل. هناك بعض الشخصيات التي هي شيعية ولكن أفكارها برنامجها هو الذوبان في المشروع الأمريكي، الذوبان في المشروع الأمريكي. الآن الأمريكان عندهم برنامج خاص بالاهتمام بالنخب الأكاديمية، بالشباب، بشريحة من علماء الدين، بالمؤثرين في المجتمعات، بأنه تقدم لهم دورات، تقدم لهم برامج، تقدم لهم دراسات، تقدم لهم دعم مالي لمؤسساتهم من أجل أن يكونوا هم من يمثلون الثقافة الأمريكية في المجتمعات. وهذا موجود في البحرين. أنا الآن المقام لا يناسب أن أطرح أسماء لبعض المؤسسات التي تدعمها أمريكا بالمال وتوفر إليها كثير من الدورات، ولكن لدينا مجموعة من أسماء الجهات التي توفر السفارة الأمريكية بشكل مباشر أو غير مباشر لهم بعض الدورات وبعض البرامج لاستقطاب الشباب وإعطائهم هذه الدورات من أجل تغيير أفكارهم ليطرحوا نموذج التشيع المعتدل. نحن تحدثنا في هذا المكان عن صفات خواص المجتمع وخواص الأمة، وقلنا أن خواص الأمة يتميزون بالبصيرة، وقلنا من صفات الذين يتميزون بالبصيرة هي قضية معرفة العدو، معرفة العدو، معرفة مخططات العدو، معرفة آليات العدو. هذا مسألة مهمة جدا. على مستوى الهدف الأول وهو فصل الدين عن السياسة، أقدمت السلطة الآن في هذه الفترة ما بين حديثنا السابق الذي في تأبين الشهيد علي عبد الغني إلى يومنا، أقدمت السلطة على عدة إجراءات، والسلطة في هذا المقام هي تنفذ مشروع أمريكي. أصل المشروع الذي رسم المشروع الذي خطط للمشروع هو باحثين أمريكيين، الذي كتب المشروع هم باحثين أمريكيين، ولكن الذي ينفذ المشروع على الأرض عدة مؤسسات، مؤسسات تابعة بشكل مباشر وغير مباشر للإدارة الأمريكية، وأيضا السلطة تساهم في تنفيذ هذا المشروع. قبل قرابة الشهر ونصف أو شهرين انتشرت عدة أمور في وقت متزامن ومتقارب. أولا تشويه صورة علماء الدين لدى المجتمع. عليكم السلام. كما تعلمون
أن لعلماء الدين تأثير كبير جدا على المجتمع. التجربة الشيعية خصوصا في المجتمع الشيعي، التجربة الشيعية أن لعلماء الدين تأثير في المجتمع. عندما نرجع إلى ثورة 20 في العراق، أو كما يسمونها ثورة التنباك، في ثورة 20 فتوى واحدة غيرت مسار التاريخ في العراق وطردت الاحتلال الإنجليزي من العراق. فتوى واحدة من الحوزة العلمية، فتوى واحدة غيرت التاريخ كاملا. كان الإنجليز مرتاحين مستقرين ومسيطرين على كل الأوضاع. فتوى من رجل من مرجع دين تقلب المعادلة كاملة ويتجاوب الشعب العراقي معها، بل امتدت الأمور إلى الجمهورية الإسلامية إيران آنذاك، وتقلب الطاولة وتغير التاريخ ومجرى التاريخ بسبب فتوى واحدة. في ثورة الإمام الخميني وقف الاستكبار العالمي يدرس هذه التجربة، تجربة عالم دين شيبة بلحية بيضاء وسبحة في يده يغير مجرى الكون. كان هناك قطبين، الاتحاد السوفيتي وأمريكا. يأتي من بين هذا الصراع، من بين هذا الواقع، ويغير، يقوم بعملية ثورة، وهذه الثورة تغير المنطقة بأكملها. نحن اليوم نعيش ببركات وفي بركات ونرى بركات فتوى السيد السيستاني في العراق. لولا فتوى السيد السيستاني لكانت أوضاع العراق اليوم أوضاع مختلفة تماما. كلمة واحدة من عالم دين، من مرجع ديني، تغير مجرى التاريخ. إذن لدى العلماء قدرة، هذه القدرة قد لا يمتلكها غيرهم. لدى مراجع الدين قدرة، هذه القدرة قد لا يمتلكها غيرهم من السياسيين أو من غيرهم من المناضلين أو إلى آخره. هذه القدرة وهي طاعة الناس وانقياد الناس لهؤلاء العلماء، هذا السلاح، هذا السلاح تارة عالم الدين والمرجع يستخدمه فيضر بمصالح الأعداء، وتارة لا يستخدمه عالم الدين ولكن هو موجود. إنما لا يستخدم عالم الدين أو المرجع هذا السلاح لا يعني أنه غير موجود. السيد السيستاني كم سنة هو موجود في العراق؟ لم يستخدم هذه الفتوى، لم يستخدم هذه القدرة، لم يستخدم هذا، لا يعني ذلك أنها لم تكن موجودة. نعم، في بعض المحطات في قضية الدستور العراقي تدخل بشكل قاطع وغير الأمور. في مسألة إيقاف حرب النجف تدخل وتغيرت الأمور، عليكم السلام. ولكن اليوم عندما استخدم فتوى الجهاد الكفائي تغير التاريخ. التاريخ كان يجري في مسرى، ولكن بفتوى واحدة، بكلمة واحدة، مسرى التاريخ تغير، مجرى التاريخ تغير. إذن هذه القدرة وهذه القوة موجودة حتى وإن لم يستخدمها علماء الدين أو مراجع الدين. الأمريكان حينما ينظرون إلى الوضع في البحرين ويشاهدون الوضع في البحرين يقولون هذه القدرة موجودة وهذا السلاح موجود، اليوم لم يستخدم، غدا قد يستخدم. وهذا السلاح سلاح فتاك، فتوى واحدة، كلمة واحدة قد تغير مجرى الأحداث بشكل وانعطاف كبيرة جدا. لذلك حينما نقرأ وثائق ويكيليكس ويتحدثون فيها عن الشيخ عيسى أحمد قاسم، تراهم يتوجسون منه ريبة، يخافون منه،
مع أن الشيخ عيسى أحمد قاسم لم يدخل في مواجهة مباشرة مع النظام، ولم يدخل في مواجهة مباشرة مع الأمريكان في البحرين، ولكن هم يعتقدون أنه يمتلك هذا السلاح. اليوم لم يفعله، غدا قد يفعله. فبدأوا يفكرون كيف يسحبون هذا السلاح ويذوبون هذا السلاح ويفتتون هذا السلاح بحيث لا يستطيع أن يفعله في المستقبل. فقاموا بالخطة التالية: أولا كسر الثقة بين الناس والجماهير وبين علماء الدين. نعم، هم استفادوا من أخطاء موجودة في بعض علماء الدين أو بعض المعممين، وسلطوا الأضواء عليها من أجل غرض واحد، وهو كسر الثقة بين الناس وبين علماء الدين. مثلا حينما ينشروا قصص القضاة المعممين المعينين من قبل السلطة وتجاوزاتهم الأخلاقية التي ارتكبوها مع النساء الذين كانوا يريدون أن يتطلقوا وغيرها، نشرها بهذه الصورة، نشرها في هذا الوقت، جمعها بهذه الطريقة، هو من أجل كسر الثقة الموجودة بين الناس وبين علماء الدين. بعد انتشار هذه القصص أنا سمعت بإذني كثير من الناس، وقرأت في كثير من الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي، قالوا لا نثق في العمائم بعد الآن، لا نثق في العمائم. وهذا كلام يجمع الخير والشرير، الطيب والخبيث. عندما تنشر هذه القصص بعد الناس لا تثق في المعممين، لا يكون هناك ثقة متبادلة بين علماء الدين وبين المعممين. حينما تنشر صور لأحد الخطباء أو أحد العلماء أو أحد المعممين في مشهد، أنا الآن عندما أذكر هذه القضايا لا أريد أن أثبت أو أنفي، ولا أريد أن أبرئ أو أثبت، أنا فقط أنقل هذه الأمور من أجل أنه نحن نلتفت، هل هناك يوجد شيء، هل يوجد مخطط، أو هذه أمور عفوية. عندما تنشر صور لأحد العلماء في بشكل غير لائق وغير مناسب في وسائل التواصل الاجتماعي، حينما تنتشر بعض الصوتيات لبعض المعممين وفيها كلام يخدش بالحياء، من الذي يمكنه أن يصل إلى هذه الصور؟ ومن الذي يمكنه أن يصل إلى هذه الصوتيات؟ هذه الصور وهذه الصوتيات، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من الصعب على الناس أن تصل إليها إلا إذا كان هناك قدرة استخباراتية، يمكن أن تخترق أجهزة الهاتف أو تتنصت على أجهزة الهاتف وتصل إلى أمور من الصعب الوصول إليها، ونشرها في المجتمع في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا. هذا الأمر يهز الثقة بين الناس وبين علماء الدين أو لا يهز؟ تكرارها، انتشار هذه كلها في زمن واحد في تقريبا شهر ونصف، نشر قصة هذا المرشد في الحاج، أنا شخصيا قرأتها في أحد الصحف المحسوبة على الشعب أكثر من 10 مرات طرحت هذه القضية، مرشد في الحج يزني مع امرأة محصنة، أنا قرأتها في أحد الصحف المحسوبة على الشعب أكثر من 10 مرات في هذه الفترة.
نشر هذه القصص، تكرار هذه القصص، أي ثقة تبقى بين الناس وبين علماء الدين؟ كل المسألة لا تزيد عن شهر ونصف إلى شهرين، حادثة بعد حادثة، حادثة بعد حادثة، مع العلم أن هذه الحوادث لم تحصل في هذه الفترة، هذه الحوادث كلها حصلت في فترات متباعدة وقديمة، ولكن كلها جمعت وطرحت في هذه الفترة الزمنية المحدودة. مما يعني أن هناك شيء، هناك يخطط لشيء، هناك شيء يحاك خلف هذه الأمور. الشيء الذي يحاك هو زعزعة الثقة بين علماء الدين وبين الجماهير. في الوقت الذي يراد إسقاط جنسية شيخ عيسى يطرحون أنه أخذنا من عنده 10 مليون دولار، وعنده مباني كثيرة مسجلها باسمه الشخصي، وصدنا 4 مكاين لجمع الأموال، لعد الأموال. ماذا يريدون أن يوصلوا رسالة؟ بيقولون أنتم قاعدين في الضيق وقاعدين في المر والفقر، وشيخ عيسى وش قاعد يسوي؟ قاعد يكون له ثروة شخصية، مع أن هذه الأموال تم مصادرتها قبل 6 أشهر أو 10 أشهر من الإعلان عنها، ولكن أعلنت متى؟ في وقت سحب جنسية الشيخ، وفي وقت نشر هذه القصص المتتالية عن علماء الدين. الهدف من كل هذا ماذا؟ إذا فقد الناس الثقة بعلماء الدين، أنا الآن يقول لي كل تكلم عن الشيخ عيسى والشيخ عيسى والشيخ عيسى، أنا ما أتكلم عن الشيخ عيسى كشخص. الشيخ عيسى اليوم له دور في البحرين، الشيخ عيسى اليوم هو الذي يمتلك هذا السلاح الذي يرعب أمريكا ويرعب السلطة في البحرين. لو كان شيخ نجاتي مكان شيخ عيسى بيسون نفس الشيء، لو كان شيخ محمد سند مكان شيخ عيسى بيسون نفس الشيء، لو كان شيخ عبد الجليل المقداد مكان شيخ عيسى بيسون نفس الشيء، لو كان شيخ المحفوظ عليكم السلام ورحمة الله مكان شيخ عيسى بيسون نفس الشيء. من الذي يستطيع أن يغير؟ من الذي يستطيع أن يؤثر؟ من الذي يستطيع بكلمة واحدة يغير مجرى التاريخ في البحرين، يقلب الطاولة على النظام في البحرين؟ هذا سيستهدفوه، حتى ولو لم يحرك ساكنا ضد النظام، حتى لو لم يحرك ساكن ضد النظام، لأنهم جربوا تجربة السيد سيستاني ولا زالوا يبكون من هذه التجربة. السيد سيستاني طوال تاريخه ساكت، لم يتواجه مع نظام صدام، ولم يتواجه مع الاحتلال الأمريكي، ولكن اليوم عندما تكلم بكلمة واحدة غير مجرى التاريخ. عندما يطرحون هذه الأمور، عندما يطرحون هذه الأمور هم هدفهم، السلام عليكم، هدفهم هو كسر الثقة بين الجماهير وبين علماء الدين المؤثرين. أيضا مسألة التفتوا لها، وهي تغييب كل علماء الدين الفاعلين والذين يتضامنون ويتحركون مع الناس، إما بالسجن أو بالتهديد. كل من وقف مع الناس، كل من تضامن مع الناس، كل من تصدى للمشروع الخليفي والأمريكي اليوم هو خلف السجن، ويتم تغييب صوته وحجب صوته من علماء الدين، ويتم إبراز علماء الدين الفاسدين، مخططات النظام أمثال المقابي والعصفور و و و و
يتم إبرازهم على أنهم هؤلاء علماء الدين، بل يتم تمكين هؤلاء. العصفور يعطون الأوقاف الجعفرية، وذاك يصفون له ألف لقب، دكتور والتنمية وما أدري شنو خبير الش، ويتم إبرازهم في الإعلام بشكل كبير جدا وطرحهم على أنهم هم العلماء المعتدلين، وهم التشيع المعتدل والمشروع الأمريكي. المشروع الأمريكي الآن قبل يومين شفت صور مقابي رايح الحجاز وملتقي ببعض العلماء هناك، ويطرح مشروع التشيع المعتدل عليهم، وأنه هذا المشروع ينبغي أن يتصدى له، وقد التقى بالشيخ الصفار وبعض المحسوبين على السلطة في الحجاز. هذا المشروع ليس مشروع محصور في البحرين، وإنما مشروع واسع. لذلك ما أريد أن أشير إليه في هذا الموضوع أن نقطتين. النقطة الأولى وهي نقد لعلماء الدين بأن بعض علماء الدين ساهموا في إنجاح المخطط الأمريكي، وذلك عبر أمرين. الأمر الأول غيابهم عن نصرة المظلومين ودفاعهم عن المظلومين. كثير من علماء الدين تغيب واختفى وابتعد عن ساحات التي تتطلب منه النطق بكلمة الحق والوقوف مع المظلومين ومناصرة المظلومين، وهذا أمر ساهم في تشويه سمعة علماء الدين وزعزعة الثقة بين الناس وبين علماء الدين. هذه مسألة يجب أن نعترف بها. اليوم شيخ عيسى وحيد في البحرين، شيخ عيسى الذي ربى أجيال من العلماء اليوم هو وحيد في البحرين. يحصلون يوم يصلي إمام جماعة يصلي بهم، وعشرة أيام المعتصمين لا يحصلون ولا واحد يصلي بهم يوم المصلين. هناك غياب لعلماء الدين، هناك خذلان من قبل علماء الدين، هناك تخلي عن المسؤولية. هذا يجب أن نعترف به. أيضا هناك بعض المعممين الفاسدين، والنظام جمع هذه القصص في هذه الفترة الزمنية وبثها في فترة زمنية واحدة بحيث تعطي انطباع سلبي عن علماء الدين. أيضا نحن كمجتمع عن قصد أو بدون قصد، من نصيد قصة عن عالم دين شو نسوي؟ نشر لا تنشر، سوق صحفي بعد، انشر لا تنشر. احنا مو قصدنا نخدم المشروع الأمريكي، لكن احنا عمليا وش قاعد نسوي؟ احنا ما نريد ننفذ المشروع الأمريكي والمخطط الأمريكي، بس النتيجة العملية وش قاعد تسوي؟ قاعد تخدم المشروع الأمريكي. احنا لازم ننظر إلى المشهد من أعلى، شنو خلفيات الأمر؟ احنا هني ما جاي ندافع عن العلماء الفاسدين أو المعممين الفاسدين، ولا جاي نبرر لهم فسادهم، واحنا في غرف المغلقة ندين هذه التصرفات ونتبرأ من هؤلاء المعممين، ونعتبر أن هؤلاء فسقة لبسوا العمامة. ولكن عندما نساهم نحن في نشر هذه القصص، نساهم في ترويج مثل هذه القصص، نحن نخدم المشروع الأمريكي. غياب العلماء عن المواقف التي تتطلب هذا خدمة للمشروع الأمريكي. حينما سكتنا عن مظلومية الشيخ النمر خدمنا المشروع الأمريكي. عندما سكتنا عن الانتهاكات التي حصلت في السجون نحن خدمنا المشروع الأمريكي. عندما تغيبنا عن نصرة الشيخ عيسى القاسم اليوم خدمنا المشروع الأمريكي. المشروع الأمريكي يجب أن ننظر إليه من الأعلى،
نعم احنا قد نختلف سياسيا مع الشيخ، مع غير الشيخ، مع الوفاق، نختلف سياسيا، لكن هذا لا يعني أن نغمض عيوننا عن مخططات العدو. هذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليها وأن نكون على مستوى من المسؤولية وأن نكون على مستوى من البصيرة. أيضا بالنسبة إلى الهدف الآخر، أختصر بس هذا، إذا استطاع النظام أن يغير أذهان الناس ويبدل ثقة الناس عن العلماء ودفع الناس أن يبتعدوا عن العلماء ولا يطيعوا العلماء ولا يقيموا وزن إلى كلمة العلماء، واتخذوا قيادات أو نماذج أو قدوات بعيدة عن الإسلام، نكون بذلك قد خدمنا المخطط الأمريكي. نعم قد نختلف في موقف سياسي، قد نختلف في تشخيص موقف، ولكن المخطط أكبر من موقف سياسي هنا، مشاركة هنا، مقاطعة هنا. نستخدم مولوتوف لما نستخدم مولوتوف، سلمية لا مسلمية، أكبر من هذا الشيء بواجد. مخطط أوسع وأكبر بشكل كبير جدا. أيضا من ضمن الهدف الموجود هو ضرب كل القوى والجمعيات السياسية والإسلامية، يعني ضرب القوى الإسلامية السياسية والدينية وإفراغ الساحة من الصوت الديني. إذا لاحظنا أنه في الوقت الذي تم إغلاق في جمعية الوفاق، أغلقوا جمعيتين أخريتين، جمعية الرسالة وجمعية التوعية. جمعية الرسالة من متى ما فيها شغل؟ من زمان، معطلة تقريبا في البحرين. ولكن قرار إغلاق جمعية الرسالة وقرار إغلاق جمعية التوعية وإغلاق المجلس الإسلامي العلمائي وإغلاق جمعية الوفاق كله يأتي في سياق واحد، وهو تغييب الصوت الإسلامي